مباراة منتخبنا الوطني أمام منتخب أوزبكستان في واحدة من المباريات التي نتمناها أن تكون تحمل فرغان إسماعيل. أما في خط الوسط اليوم أمجد عطوان وصفاء هادي، همام طارق، حسين علي. محاولة لجس النبض لكلا المدربين كاتانيتش وفيدام مرة أخرى. النقلات، شوف هنا الاستلام السريع بالنسبة للمنتخب الأوزبكي. لاحظ عزيزي المشاهد، هذا هو كريموف مرة أخرى، اللاعب المهم بالنسبة لمنتخب أوزبكستان. مرة أخرى اللعب على الأطراف ولكن تقطع بشكل ممتاز. ما زالت خطرة، الإبعاد من جلال حسن، وهنا المحاولة، الله، عدت بالسنتيمتر، بالمليمتر، نعم كابتن رزاق، شاهدنا هذه الحالة المهمة بالنسبة للمنتخب الأوزبكي، نعم، لصالح منتخبنا الوطني. يلا يا شباب، هنا المحاولة مرة أخرى، المحاولة، الدوران، الاستلام من ضرغام، يا ولد، كرة ملعوبة الآن مرة أخرى إلى همام، شوف الاستلام يا ولد، هنا تسديدة، الله، ضاعت، عدت بهذا الشكل، الاستلام صح، المحاولة، الضغط أوزبكي، الضغط عراقي، هجمة هنا، هجمة هناك، ملعوبة الكرة الآن إلى بايش، الاستلام يا سلام، مرة أخرى المحاولة، الهجوم عراقي الآن بالنسبة للاعبي منتخبنا الوطني، هنا المحاولة، الله، بشار رسن، الله يا بشار، مر بطريقة وبفاصل مارادوني، نعم، شوف الإعادة، شوف، لاحظ، استمتع، شاهد عزيزي المشاهد، يا سلام يا ولد، ياه، مرت وين، لكن بالسنتيمتر، بالمليمتر، هي مسافة، شوف 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 شوف، الله 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 الله، شوف هنا الجانب التشجيعي الجميل بالنسبة للمنتخب الأوزبكي، جمهور متعطش. مرة أخرى المحاولة داخل منطقة الجزاء، الابعاد بشكل ممتاز بالنسبة للاعبي منتخبنا الوطني، الهجوم المرتد، يا سلام، كرة ملعوبة الآن، هنا الهجوم، ملعوبة الكرة الآن، الله، لا 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 لا، عدت، وين 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 بهذا الشكل، نعم، لا يا بشار، لا يا بشار، لا 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 لا، أنت والمرمى يا بشار، بهذه اللحظات ضاعت. كاتانيتش أمامنا في الصورة، شوف شوف الانطلاق، كان اللقطة الماضية، نعم، مجهود فردي واضح، ولكن بمبدأ اللوب يا ولد، لا 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 لا، ضاعت مرة أخرى، شوف هنا الاستلام الواضح والترويض بهذا الشكل، مرة أخرى عند بايش بهذه اللحظات، ولكن تقطع بالنسبة للمنتخب الأوزبكي. ضغط عراقي منتخبنا في آخر دقيقة، 46 دقيقة الآن مرت، هنا المحاولة، الله، الله على خدعة يا بايش، الله على الفكرة، الله على الأسلوب، لكن للمرة الخامسة، ولكن التصفيق الواضح بالنسبة لكاتانيتش، راضي تماما هذا المدرب. شوف الكرة، شوف هنا المحاولة، بمبدأ ينظر إلى الساعة، جانب الجمهور حاضر. إذن محبينا متابعينا في كل مكان، يا من تتابع عبر شاشة السومرية، في هذه اللحظات، طيب، كاتانيتش مع فيدام، الشوط الثاني، شوط المدربين، النقلة الأوزبكية إلى شيروف، هنا المحاولة، هنا تسديدة، ولكن جلال حسن بالمرصاد يا ولد، أيضا تبديل ثاني بالنسبة للاعبي منتخبنا الوطني، شيركو كريم يدخل. إذا بهذه المعطيات، رمية التماس الآن، كرة ملعوبة داخل منطقة الجزاء، المحاولة، ضغط عراقي واضح، حذاري من الهجوم المرتد، مرة أخرى كرة ملعوبة، هنا تسديدة، الله، ما زالت، الله، أول لمسة بجول، لمسة بهدف يا كابتن رزاق، الله 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 الله، الله على كرة، الله على مشهد، الله على لحظة، الوفد الحاضر اليوم، الكل هنا في طشقند، فرحة طشقند، نعم، في هذه اللحظات
وشاركوا كريم في أول لمسة في أول هدف. الله يا ولد الله يا هداف، شوف لاحظ شاهد استمتع عزيزي المشاهد، شوف المحاولة، شوف التسديدة، شوف، وبالتالي الله 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 الله. نعم هكذا ما يسمى بثقة اللاعب المنتخب الوطني، ثقة المدرب، ثقة الكادر. شوف التسديدة من مهاوي، يا سلام الله، وبالتالي الانطلاق وقراءة الكرة بهذا الشكل. حالة جميلة جدا، فرحة جميلة. هدف. نعم. هدف هدف لا شيء إلى الآن. نتمنى من منتخبنا الوطني مضاعفة النتيجة إن شاء الله. شاركوا كريم في أول لمسة، كرة ملعوبة الآن، هنا المحاولة. الله 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 الله، ضغط عراقي، ضغط عراقي واضح. بالإضافة إلى ذلك اليوم تحفون ببعض الجمل التكتيكية وبعض الحالات الهجومية والدفاعية، تحولات، كل شيء بكرة القدم اليوم. ملعوبة الكرة في وسط الملعب، المحاولة وضغط أوزبك هنا واضح، وهنا التسديدة ولكن مرت. طبيعي جدا انه يكون اكو هبوط من مستوى ومعدل اللياقة البدنية. طيب كرة ملعوبة الان، الان نلاحظ حقيقة سيطرة أوزبكية واضحة بالنسبة للمنتخب العراقي. الان هنا المحاولة، كرة ملعوبة الان، الله عدت عدت يا بشار، مر بهذا الشكل. نعم شوف لاحظ خطأ واضح، ولكن بالتالي الاستفادة يجب أن تكون حاضرة بالنسبة لبشار في أكثر من مرة الوصول إلى الهدف، ولكن هذا الانفراد. الكرة بالنسبة لمنتخبنا الوطني، هجوم عراقي، يلا يا أسود، يلا منتخبنا الوطني، النقلات، يا سلام، شوفنا الكرة عند بشار، يلا يا بشار، ما زالت الكرة داخل الخط. نعم ما زالت المحاولة عراقية، سيطرة عراقية حاضرة. ندخل بالدقيقة 70، كرة ملعوبة الآن، شوف المرور، يا سلام على الاستلام، الله المرور، فاصل مهاري، الله، هذه اللقطات لا تحصل إلا على الفيسبوك يا ولد. نعم في هذه اللحظات كابتن رزاق، شوف الاستلام، لاحظ عزيزي المشاهد أداء جميل. نعم. ومهاري وفواصل يعني جميلة جدا، وجمل تكتيكية حلوة اليوم ورونا اللاعبين هذا الشيء. طبعا اعتقد اليوم الجمهور استمتع، انا اتوقع انه مباراة رسمية مو مباراة ودية. هذا الشيء اليوم صراحة احنا فرحين جدا بهذا الأداء. صاحب الهدف الوحيد إلى الآن في هذا الشوط أو في هذه المباراة. 75 دقيقة الآن، كرة ملعوبة الآن، وهنا المحاولة ولكن مرت مرت بسلام. الارتقاء والكرات الرأسية الحاضرة بالنسبة للمنتخب الأوزبكي، هذا اللاعب جلال الدين، اللاعب الخطر علاء عبد الزهرة وابراهيم بايش، وكان قبل قليل بوجود اللاعب بشار رسن. كرة ملعوبة الآن مرة أخرى، المحاولة، ضغط أوزبكي واضح هنا، المحاولة ولكن تخلص بشكل ممتاز، وتزيد، يا سلام على جلال حسن. جلال حسن اليوم يكون منتخبنا بالحالة الهجومية بعد أفضل. إذا مغادرة همام طارق راح تكون بصالحه. نعم كما تحدث كاتانيتش، اليوم سيكتشف المزيد من اللاعبين وأداء اللاعبين في هذه المباراة. كرة ملعوبة الآن، وكل التوفيق للاعبين منتخبنا الوطني، وهنا التسديدة الحاضرة كانت، وجلال حسن في المرصاد. نعم ركلة ركنية الآن لصالح المنتخب الأوزبكي، شوف هنا المحاولة، وبالتالي التسديد من خارج منطقة ال 18 يارد. الحل يجب أن يستمر التركيز للاعبينا. كرة ملعوبة الآن، المحاولة وهنا التسديدة ولكن مرت. ضغط أوزبكي في هذه اللحظات بالنسبة للمنتخب الأوزبكي، التسديد من خارج منطقة ال 18، واحد من الحلول الفردية التي يمتلكها المنتخب الأوزبكي واللاعب الأوزبكي. شوف هنا اللقطة الماضية، الكرة الرأسية الماضية، وبالتالي التسديد على الطائر. نتمنى بهاي الكرات انه على ما يفقدها ان شاء الله. ان شاء الله. كرة ملعوبة الآن عند جلال الدين، هنا التسديد، الله مرت بهذا الشكل، وفي هذه اللحظات ماذا يقول حكم المباراة؟ كارت أصفر على مدافع منتخبنا الوطني.
احمد ابراهيم بدت هاي الكرات، يلا يا بطل. نعم هذه بدت هاي الكرات الساقطه تعمل خطوره لمنتخبنا خصوصا شوفوا النتيجه ولكن